اليوم سوف نتكلم عن تعدين العملات الرقمية. أولاً، عملية تعدين العملات الرقمية أشبه باستخلاص الذهب من جوف الأرض، لكننا هنا نقوم باستخلاص العملات الرقمية عن طريق الحاسوب، ولن نحتاج الذهاب إلى المناجم للحصول على الذهب. فالمايننج هنا أو التعدين للعملات الرقمية يتم عن طريق كروت الشاشة أو أجهزة مخصصة للتعدين، وكلما زادت قوة هذا الكرت كلما قام بالتعدين بشكل أسرع للعملة. وهناك أشياء يجب أن تعرفها قبل البدء بالتعدين. أولاً، هل الكرت الخاص بك سوف يكون مجدي للتعدين؟ فهل استهلاكك للكهرباء سوف يكون مرتفعاً؟ هل كرت الشاشة الخاص بك لديه تبريد جيد كي لا يحترق الكرت الخاص بك؟ إذ يجب أن تتراوح درجة حرارة الكرت في وقت التعدين بين 65 إلى 69 درجة سيليسيوس، وإن زادت حرارة الكرت عن هذه فاعلم أن الكرت الخاص بك قد يقل عمره الافتراضي، وقد تفقد الكرت في أي وقت، لكن الأجهزة الخاصة بالتعدين تكون مهيئة لهذا الشيء. لكن هذه الأجهزة من الصعب الحصول عليها لأنها تقريبا محظورة في بعض الدول العربية، ففقط لدينا خيار التعدين عن طريق كروت الشاشة، فيجب عليك توفير تبريد لهذه الكروت. وأيضا يجب أن تعرف هل هذا الشيء مجدي في بلدك أم لا. وأيضا أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه الحلقة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة حتى أستمر بنشر هذا المحتوى. إلى اللقاء.